السلام عليكم ورحمة الله شباب، إن شاء الله طيبين. اليوم إن شاء الله عندنا أول درس ديال الأكسس. هلا معايا دونك مايكروسوفت أكسس ولا الأكسس، باش نعطيوه باش نفهموه مزيان، أول حاجة نعطيو واحد الديفينيسيون ديالو، ومن خلال هذيك الديفينيسيون ديالو غنحاولو نفهموه بواحد الطريقة سهلة ومبسطة. دونك قلنا الأكسس بغيت نعطيه الديفينيسيون ديالو، تنقول إن سيستم Un système en classe S est un système de gestion de base de données, un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, l'accès est un système de gestion de base de données relationnelle. Cette définition là, on va la transformer. On va la transformer. On va la transformer. Alors, on va dire système de gestion. Système de gestion, on va dire Nidam Diel Sir. Donc, Nidam Diel Sir, on va dire Nidam Diel Tedvir. Donc, l'accès au système Diel Tedvir. هاد السير ولا التدبير ديالاش ديال لي باز دو دون، يعني خاصنا نفهمو شنا هي باز دو دون. دونك لاكسيس ديال السيستيم دو جيستيون هو واحد السيستيم ولا واحد لوجيسيال لي كنديرو بيه التسيير ولا التدبير، ولكن ديالاش هاد السير ولا التدبير كنديروه ديال لي باز دو دون. دونك لي خاصنا نفهمو في الدرجة الأولى شنا هي، راهوما أشناهوما لي باز دو دون. دونك باز دو دون حتى هي غنعطيو واحد الديفينيسيون، من خلال الديفينيسيون ديالها غنفهمو بطريقة مزيان. ملي تنقولو باز دو دون معنيتها ensemble des fichiers, ensemble des fichiers de données, ensemble des fichiers de données structure, ensemble des fichiers de données structure. Je vous mets ensemble des fichiers de données structure. معنيتها لحد الان غتفهموا، على اين فوا تسمع كلمه باز دو دوني غتفهم بان راه هي واحد المجموعه تاع لي طابل. ملي تنقول لي طابل راه تنقصدو بها لي طابلو، ماشي لي طابل، حنا تنقولو تيبل. دونك هي مجموعه تاع لي طابل، وهذوك لي طابل فيهم واحد المجموعه تاع المعلومات ولا مجموعه تاع المعطيات مكتوبين بطريقه منظمه. هذا هو المعلومات تاع باز دو دوني لحد الان، هي الحصه الاولى. اين فوا تسمع كلمه باز دو دوني غتفهم بان راه هي واحد المجموعه تاع لي طابل، وهذوك لي طابل فيهم مجموعة تاع المعلومات ولا فيهم مجموعة تاع المعطيات مكتوبين بطريقة منظمة. دونك اين فوا تسمع باز دو دوني معنيتها مجموعة تاع لي طابل. داكور، دونك باز دو دوني غولاسيونيل. شنو المعنى تاع غولاسيونيل؟ الغولاسيونيل معنيتها يعني كاين عندنا دي غولاسيون، معنيتها دي غولاسيون اونتخ لي طابل، اونتخ لي طابل ولا اونخ لي طابلو. حنا ديما ملي تنقولو انبوت تسمع كلمة تيبل لي طابل راه تنقصدو بها لي طابلو. مزيان، دونك قلنا لاكسيس سيستيم دو جيستيون معناتها واحد لوجيسيال ولا واحد السيستيم اللي كنديرو بيه التسيير ولا التدبير ديالاش ديال لي باز دو دوني. وقلنا باز دو دوني لحد الان غتفهموها على انها هي مجموعة تاع لي طابلو. مزيان، هي مجموعة تاع لي طابلو فيها مجموعة تاع المعطيات. دابا ملي تنقولو غولاسيونيل معنيتها هادوك لي طابل اللي هضرنا عليهم عندهم دي غولاسيون مع بعضياتهم. هذا هو المعنى تاع غولاسيونيل، معنيتها كو هادوك لي طابل عندهم دي غولاسيون مع بعضياتهم. مزيان، دونك لاكسيس سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. دابا ملي تنقولو لاكسيس سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني، واش معنيتها على ان لي باز دو دوني كيتكريا ولا كيتصوب على لاكسيس صافي؟ لا، كاين عندنا واحد المجموعه تاع لي سيستيم دو جيستيون اللي تنقدرو نكريو بهم لي باز دو دوني. مثلا كاين عندنا اس كيو ال سيرفر، كاين عندنا ماي اس كيو، كاين عندنا اوراكل، ان سو دو سويت. دونك راه كاينه واحد المجموعه تاع لي سيستيم دو جيستيون، كاينه مجموعه تاع لي سيستيم دو جيستيون. ولكن حنا دابا غنتعلمو في هاد الدوره هادي غنتعلمو كيفاش نكريو لي باز دو دوني اون يوتيليزون لاكسيس. مزيان، دابور دونك دابا غادي نمشيو نشوفو، حيت حنا قلنا على ان لا باز دو دوني معناتها هي مجموعة تاع لي طابل. دابا شنو غادي نمشيو نشوفو؟ غنمشيو نشوفو كيفاش كيتكرياو ولا كيفاش كنكرياو هاد لي طابل وسط من لا باز دو دوني. الإشارة الحصة الأولى والثانية غيكون فيهم تنهضرو تيوريك، نفهمو واحد النقد واحد الفكرة عامة على لاكسيس،
ولكن بعد غنمشيو عند البارتي براتيك اللي غنشوفوا فيها كيفاش نكريو لي طابل. دونك حنا غنشوفوا دابا كيفاش نكريو لي طابل تيوريك نفهموهم بعدا كيفاش كيتكريو، وعاد من بعد غنشوفوا نشوفوا كيفاش نكريوهم في لورديناتور في البيسي. مزيان واضحه الفكره ياك؟ دابا دونك غنحيدوا هذا الشيء اذا كان هون. دونك حنا لحد الان فاهمين حاجه واحده، اللي فاهمين دابا هو ان باز دوني معناتها مجموعه علي طابل لحد الان. من بعد راه غنشوفوا حنا حيت هذا لاكسيس، هذا لاكسيس كاين عنده واحد المجموعه تاع لي زوبجي كيتسماو لي زوبجي ديال لاكسيس. دونك كاين عندنا مجموعه تاع لي زوبجي، وهذوك المجموعه تاع لي زوبجي كاملين عاد تيكونوا معنا نقراوهم كاملين ديك الساعه نغطيوهم الى قرينا لاكسيس كاع كامل. بارمي لي زوبجي ديال هاد لاكسيس كاين عندنا هما سته، حنا غنهضروا دابا غير على بون كيسون السيارة. دونك أول حاجة كاين عندنا لي طابل، وثاني حاجة كاين عندنا لي روكيت، لي روكيت، وكاين عندنا لي فورميلار، كاين عندنا لي فورميلار، وكاين عندنا كاين عندنا لي زيطا، لي زيطا، كاين عندنا لي ماكرو، وكاين عندنا لي موديل. دونك هما هادو كاين عندنا ستة ديال لي زوبجي كيتسماو لي زوبجي، اوبجي ديال لاكسيس ولا اوبجي ديال لي باز دو دوني. دابا حنا شنو قلنا؟ حنا قلنا على ان باز دو دوني اون فوا غاتسمع كلمة باز دو دوني غاتفهمها على انها مجموعة تاع لي طابل ياك. هما هادو اللي تنهضرو عليهم هما لي زوبجي. دونك لي زوبجي لحد الان حنا كنهضرو غير على لي طابل صافي، هادو غنهضرو عليهم حتى من بعد. دابور هذا الشيء باش غادي ما نهضروش عليهم في هذا الشيء غنحيدهم دابا، حنا غنحيد هادو وغنخلي عندنا حنايا لي طابل صافي. دونك انا غنمسح هاد الشيء كاع كامل وغنكتب على ان لي زوبجي ديال لاكسيس او لوبجي لي زوبجي اول حاجه كاين عندنا هما لي طابل، لي طابل، وهاد لي طابل هادو هاد لي طابل تنقولو هما لي طابل تنقولو هما لي زوبجي برينسيبال ديال لاكسيس. هما لي زوبجي اهم حاجه اللي باردون لي زوبجي برينسيبال ديال لاباز دو دوني، اهم حاجه اللي عندنا في لاباز دو دوني راه هما لي طابل. حيت هاد الطابل هادو شنو الدور ديالهم؟ لو بغينا نعرف هاد لي طابل شنو يكون الدور ديالهم؟ الدور ديالهم هما وانهم تيمين هما يزيو لينا لي دوني ولا تيستوكيو لينا. الدور تاعهم هو ستوكاج، كنستوكيو فيهم المعلومات وكيتستوكاو بيان سيغ بطريقه منظمه. صافي مزيان. الوغ دابا هاد لي طابل هادو اذا بغيت نكري واحد تيبر فلاكسيس شنو اللي تنحتاج؟ الو باش نكري واحد لاطاب فلاكسيس كنحتاج واحد المجموعه تاع لي زيليمو. حنا لحد الان غنهضرو على اربعه ديال لي زيليمو اللي هما مهمين بزاف، ومن بعد غنشوف كاين عندنا دي زيليمو واحدين اخرين. دونك اول حاجه غنهضر عليها باش نكري واحد لاطاب غنهضر على لي نوم دي شون، هادو كيتسماو نوم دي شون، نوم دي شون هي اول حاجه غنهضر عليها. ثاني حاجه غنهضر عليها هي تيب دو دون، تيب دو دون هادو راه من بعد غنشرح كل حاجه بوحدها. تيب دو دون غنشرح كل حاجه بوحدها في الان. دونك اول حاجه غنتكلمو عليها لي نون دي شون، ثاني حاجه غنتكلمو عليها هي تيب دو دون، ثاني حاجه غنتكلمو عليها هي لا طاي، لا طاي، ورابع حاجه غنتكلمو عليها هي الكلي خيمه. دونك انا لحد الان تكلمت على اربعه ديال لي زينمو، ولكن هما ما كاينش غير اربعه، هما كاين عندنا بزاف. من بعد غنشوفو كل واحد من اللي غنوصلو عنده غنشوفوه بوحدو، ولكن دابا عندنا هاد الاربعه هادو مهمين بزاف باش نبدا في الكرياسيون تاع العلاقه. دونك كاين عندنا لي لونديشون، كاين عندنا تي دودوني، كاين عندنا لي بخيما، اوكي باردون، كاين عندنا لاطاي، كاين عندنا لي بخيما، انا كتبتهم بالترتيب ديالهم، هاد الاربعه مهمين باش نكري واحد لاطاي. دابا غنمشيو نعطيو واحد ليكزومبل، وهذاك ليكزومبل هو اللي غنبداو نخدمو عليه. انا مثلا بغيت نصوب واحد لاباز دو دوني غتكون خاصة بواحد الشركة، هاد الشركة غتكون هاد لاباز دو دوني هي اللي غندير فيها لاجيستيون انترن ديالها. مثلا غنصوب انا واحد لاطاب ولا واحد طابلو اللي غنبقى نسجل فيه كاع لي كليون ديالي، وغنصوب واحد طابلو واحد اخر غنبقى نسجل فيه كاع لي كوموند اللي غيجوني من عند هادوك لي كليون، واحد طابلو واحد اخر غنسجل فيه لي ديتاي ديال هادوك لي كوموند، وغيكون عندي واحد الطابلو واحد اخر مثلا غنسجل فيه لي برودوي ديالي، لي برودوي اللي تنبيع انا. غيكون عندي واحد الطابلو واحد اخر غنسجل فيه كاع لي فورنيسور اللي كنتعامل معاهم، لي فورنيسور اللي كنتقدم عندهم السلعه. دونك هاد لي طابل هادو اللي عطيتهم دابا حاليا راه مش كيكونوا ليا، راه كيكونوا ليا واحد لاباز دو دون. مزيان؟ وبيان سور
وهذوك اللي هذوك اللي طاب اللي قدامنا راه غيشدوا لي واحد الراس ضدهم وبيان سيغ هما راه عندهم دي غلاصو مع بعضياتهم حيت ملي تنقول لكم مثلا لي كليون وتنقول لي كومون راه بيان سيغ كاين واحد الغلاص هو لي كليون مع كومون حيت هذوك لي كومون شكون اللي كيديرهم راه كيديروهم هذوك لي كليون مزيان دونك دابا غنمشيو نشوفو كيفاش نكريو واحد سيرو ولا واحد لاطاب اللي غنسميه كليون وغنبقى نسجل فيه الكليون اللي غيكون عندي الو طابو تاع كليون في البارتي تيوريك تنديرو على هاد الشكل هذا هذه في البارتي تيوريك البارتي غنمشيو تنشوفوها في البيسي دونك انا غنبراسي طابو ديال راسو على هاد الشكل هذا وهنا فوق تنكتب السميه تاعو اذا غنكتب مثلا طابو غنسميه كليون باش غنسجل فيه الكليون اللي عندي الو غنجي له غنكتب سي ان اي انا كتبتها مختصره سي ان اي معناتها كليون مزيان واخا دابا انا سولتكم سؤال اللي هو اشنو هما المعلومات اللي كيتعرضوا بكليون يعني انا ملي غنبغي نصور واحد الطابلو ونسجل فيه الكليون ديالي شنو من المعلومات اللي غنبغي نعرف عن الكليون شنو هما دونك اول حاجه غنبدا بالكليون غنعطيه واحد الاي دي ديالو ملي تنقول اي دي معناتها واحد الماتخ كيو غنعطيه واحد الكود ديالو باش غنبقى نعرف مزيان دونك غندير انا اي دي كليون ولا غندير نيميرو دو كليون ولا كود كليون بحال بحال انا كتبت نيو سي ال اي مزيان الو الحاجه الثانيه غادي نعرف عليك اليوم بعدا كذلك هي اذا كان شركه غنسمي ريزون سوسيال ولا غنسمي سوسيتي واذا كان بارتيكولي غنسمي نوم او بخينو نوم بخينو ديالو انا غنمشي نخدم ستوندار وغنسمي هذيك اليوم غنهضر على لو نوم ديالو لو نوم وغنهضر على بخينو داكور دونك كليان نوم بخينو شنو غنحتاج ليه عاوتاني غنحتاج مثلا نعرف المدينه اللي كيسكن فيها في غنحتاج مثلا نعرف لادريس ديالو ادريس وغنحتاج مثلا نمره التليفون ديالو تليفون وغنحتاج مثلا نحتاج الايميل مثلا ايميل دونك كنحاول كاع دوك المعلومات اللي كيخصوني على الكليان اللي كنعرفهم على الكليان كنحاول كاع كامل نسديهم هنايا لكن ملي تنقول المعلومات يعني ماشي تنقول المعلومات كامل مثلا الا هضرتكم على سيتياسيون فاميليال واش غنحتاج انا هنا في الكليان يعني نحتاج نعرف على الكليان واش هو مزوج ولا ما مزوجش دونك هذه بالنسبه لي انا ما عنديش فيها مشكل واش خصني دابا نعرف هذا الكليان واش هو راجل ولا امراه لا ما عنديش فيهم هذا الحوايج دونك انا خصني نعرف شي معلومات على الكليان اللي غنحتاجهم انا في الشركه ملي غنقول مثلا نمره التليفون ضروري ليا خصني نعرف نمره التليفون ديالو باش الا كان عندي شي عام جديد الا كانت شي بروموسيون باش نتصل بهم حتى دابا واضح الفكره الو دابا ركزني مزيان دابا هاد المعلومات اللي كتبتها هنا هاد المكونات تاع قبل هاد المعلومات اللي غنبغي نعرفهم على الكليان راه هما اللي كيتسناو عندنا لي نون دي شون كيتسناو لي نون دي شون مزيان واخا دابا هاد لي نون دي شون ملي تنبغي نكتبهم في الطابلو صح اللي كنبغي نكتبهم في الطابلو عندنا واحد المجموعه ديال بحال تنقولوا دي كونديسيون هما ماشي شروط وانما حنا نقدروا نقولوا انهم شروط عندنا واحد المجموعه ديال الشروط خصنا نحتارموها شنو هي الشروط اللي خصنا نحتارموها اول حاجه تيقول لك على ان هاد لي نون دي شون خاصني نكتبهم مختصرين علاش نكتبهم مختصرين باش ملي تعرف باش يتعرف عليهم حتى لاكسيس باش يتعرف عليهم بطريقه مزيانه خاصني نكتبهم مختصرين كيفاش مختصرين اذا كنت غنكتب مثلا نيميرو بحال هكا غنكتب نيميرو دو كليون ما نكتبهاش كامل ما نكتبش نيميرو دو كليون كامل غير غنكتب ني سي ال تي كتبتها مختصره على هاد الشكل هذا انا غنكتبها كبيره باش تبان لكم غنكتب ني يا باش تبان مزيانه سي ال تي هذا اكزومبل باش نخدموا عليه دابا هاد النيو دو كليون اللي كتبت هنا هاد النيو سي ال تي كتبتها ان الاولى اللي درتها ماجيسكي اي ام عاديه والسي حتى هي درتها ماجيسكي دونك ملي تنقول يعني تيقول خاص نكتبو مختصرين وخاص الحرف الاول تاع كل كلمه يكون مكتوب اون ماجيسكي علاش كل حرف تاع كل الحرف تاع كل كلمه خاص يكون مكتوب اون ماجيسكي باش نعرف بلي هادو راهم جوج الكلمات حيت الماجيسكي تاع الكلمه الثانيه تيدير لي على هاد الكلمه الثانيه داكور دونك قلنا اول حاجه نكتبو مختصرين ثاني حاجه الحرف الاول تاع كل كلمه يكون مكتوب اون ماجيسكي ثالث حاجه تنيفيتيو داك ليسباس هنا بيناتهم ما غنديرش ليسباس تنتهم اتاشي شروط الكلمات من الاحسن عاوتاني نيفيتي مثلا لي زابوستروف مثلا بحال بغيت نكتب مثلا بحال نيميرو دانسكريبسيون راه تحت تسجيل نيميرو دانسكريبسيون هادي ديو ابوستروف ديال زابوستروف الاحسن نيفيتيهم باش كونسا لاكسيس يتعرف على هذوك لي نون دي شون بطريقه مزيان دونك هذا ملي كيتسموا لي نون دي شون الو دابا غندوزو عند تيب دو دومين
تيبلوني انا غادي نشرح لكم دابا التكنيك ولكن ما غيبان لكم مزيان حتى غنمشيو نخدموا في البارتي براتيك ملي غنمشيو نخدموا في لابوراتوار عاد غيبان لكم مزيان هذا التكنيك هذا ولكن على العموم راه غنحاول نعطي عليه واحد النبذه نعطي عليه واحد التعليم دونك لي تيبلوني ما هم تما دابا حنا ملي تنقولوا لك اليوم في هذه لونديشون السيستم كيتكلف وكل واحد من هذه لونديشون كيعطيه واحد لو تيب دو دوني ديالو السيستم تيعطيهم اش نوع لو تيب دو دوني تاعك يعني تيعطيك مثلا لي تيب دو دوني كاين عندنا كاين عندنا واحد لو تيب سميتو تيكست كاين عندنا واحد لو تيب سميتو نيميريك انا غنشرح لكم كاين عندنا واحد لو تيب سميتو نيميرو اوتو او نيميرو اوتو كاين عندنا واحد لو تيب سميتو مثلا دات اور او دات اور اش نوع ديسبيت دات اور كاين عندنا واحد لو تيب سميتو مونيتير كاين عندنا واحد لو تيب سميتو وينو عندنا دونك كاين عندنا مجموعه تاع لي تيب غنشوفهم لي نوصلوا على البارتي بارتي وغنشرح كل واحد بوحده مزيان دابا شنو معنى التكس شنو معنى النيميريك شنو معنى النيميرو اوتو شنو معنى الداتا على العموم حنا بعدا ملي تنسوا هذه لون ديشون السيستم كيتكلف لانسيس كيتكلف وكامل فلو تيب ديالهم تيديكلاريهم لينا تكس شنو معنى التكس معناتها الكونتوني يعني المحتوى اللي غادي نكتب في هذه لون ديشون معنى التكست يعني الفا نيميريك يعني هذاك لو شوب تقدر تكتب فيه ارقام تقدر تكتب فيه حروف ماشي مشكل يعني ملي غنبغي نصطو فيه المعلومات في الطابله شنو معنى النيميريك النيميريك معناتها هذاك لو شوب راه غيتكتبو فيه غير الارقام صافي ما غيتكتبوش فيه حروف هذا هو معنى تاع النيميريك نيميرو اوتو معناتها شنو معناتها نيميرو اوتو تنديروه لواحد لو شوب اللي غيكونوا تكتبوا فيه واحد الارقام بطريقه تسلسليه من الصغر حتى الكبير بحال اش مثلا انا اول صفر غنعمرو مثلا نيمو دو كليون نعطيو غير اكزومبل هذا ما يصلحش نيمو دو كليون كنعطيو غير اكزومبل مثلا نعطيو بركه مزيانه مثلا عندنا طابو تاع كوموند غنسجل فيه لي كوموند دابا اول كوموند غتكون عندي الرقم ديالها شحال غيكون هو رقم واحد وثاني كوموند الرقم ديالها شحال غيكون هو جوج وثالث كوموند الرقم ديالها شحال غيكون هو ثلاثه ورابع كوموند الرقم ديالها هو اربعه وخامس كوموند انزو دو سويت ياك دونك هنا هذاك النيميرو دو كوموند الرقم تاع الكوموند انا بلا ما نحتاج كل مره نبقى نكتب واحد المره الثانيه نكتب جوج المره الثالثه نكتب ثلاثه اربعه خمسه اكسترا دونك شنو غندير غنديكلاري في لو تيب ديالو النيميرو اوتو وغيبقى السيستم ولا لاكسيس هو اللي غيسلم وغيبقى يكتب بوحدو هذا هو معنى النيميرو اوتو سي النيميرو اوتوماتيك غيتكتب اوتوماتيكمون بلا ما نحتاج انا نصدع راسي معاه مزيان دونك هنا عندنا واحد لو تيب اللي هو سميتو دات اور شنو معنى دات اور هذا هاد لو تيب اللي هو دات اور تنكتبو في واحد لو شون اللي تكون تكتب فيه شي دات مثلا عندي واحد لو شون سميتو دات دو ليسونس مثلا دونك هاد دات ليسونس خاص نكتب ليها في لو تيب ديالها دات اور ما نخليهاش تكست حيت قلنا حنا السيستم كامل باغ ديفو تيديكلاريو تكست ولكن انا شنو خصني ندير خصني نديكلاريها خصني نحيد هاديك التكست ونعطيها لو تيب ديالها اللي تستحق ولو تيب اللي تستحق دات دو ليسونس مثلا ولا دات دانسكريبسيون ولا دات دو فونت مثلا ولا دات دو كوموند مثلا خاصني نعطيها في التيب ديالها دات اور علاش شنو الفرق بين انا نخليها تكس ونمشي نديرها دات اور ورد معايا بلا مزيان في البارتي هذه انا غنكتبها هنا دابا مثلا في واحد لو تيب اللي هو اللي مثلا دات دو كوموند دات دو كوموند هي اللي غنهضروا عليها دابا ياك دابا انا خليتها في لو تيب ديالها خليتها تكس في لو تيب اذا خليتها تكس شنو معناتها غيقدر شي حد واحد ليتيليزاتور المستخدم ديال هاد لاباز دو دوني غير شي يقدر يكتب ليا في لادات دو كوموند غير يكتب فيها اكزومبل او بحال سوري غير يكتب فيها مثلا هذيك الكوموند راه دايرها نهار نهار مثلا 89 في شهر شهر 70 احمد هو غيكتب ليا واحد لادات في هذا الشهر دابا اسمع مزيان ركز معايا مزيان اذا كنا في لو تيب تاعنا اللي كارينا تيكست وهذاك ليوتيليزاتور خطا ولا غلط ولا ما عرفش وكتب لادات على هذا الشكل تيقبلها السيستم داكور ولكن واش هذه دات اصلا هذه ماشي دات داكور دابا حنا شنو تنديرو هادشي كامل تنقادو فيه وقلنا خصنا نكتبو بلي كونتي هذا الموديل شنو خصنا نكتبو بواحد الشروط وقلنا خصنا الشكل ونضيف شنو نعطيو تيب دو دومين علاش نديرو في هادشي راه حنا تنديرو في لاجيستيون لاجيستيون ديال لاباز دو دومين خصنا نجيريو خصنا لاباز دو دومين نصوبوها بطريقه مزيانه وبالتالي لان راه عن دات كومون دونك هذيك دات كومون ما خصنيش نخليها تكست حيت يقدر شي يوتيليزاتور يخطا في لادات لكن اذا درتها دات اور اذا ديكلاريتها دات اور شنو معناتها شنو معناتها اذا ديكلاريتها دات اور اذا ديكلاريتها دات اور معناتها جوج الارقام الاولين
12 جوج ارقام ثانيين اربع ارقام جوج ارقام الاولين تيفرض لي لاكسيس تيفرض على اليوتيليزاتور باش جوج ارقام الاولين ضروري يكونوا ما بين واحد وواحد وثلاثين وجوج ارقام الثانيين ضروري خصهم يكونوا ما بين واحد و 12 وهاد ربعة الأرقام اللي بقاو لينا ضروري خصهم يكونوا ما بين 100 و 9999 هذا هو المعنى تاع الدات يعني أنا إذا كتبت شي دات فيها جوج أرقام الأولين ماشي ما بين واحد و 31 ما تيقبلهاش السيستم وإذا كتبت شي أرقام الثانيين ماشي ما بين واحد و 12 ما تيقبلهاش السيستم وإذا كتبت شي فالور هنايا ما بين من غير ما بين 100 و 9999 ما تيقبلهاش السيستم هذا هو المعنى تاع إذا ديكلاريت الفلوتي تاعها دات أور معناتها السيستم تيفرض عليا ندخل واحد لا دات حقيقية هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية ملي كنديكلاري دات أور أن السيستم ما تيبقاش يخليني نكتب هو تيخليني نبغي نكتب ولكن تيزيدني واحد الكالوندري في الجناب تيقول لي أتر لا ما تصدع راسك تعيا الكالوندري غتلقى فيها لي دات وتختار لا دات اللي بغيتي دونك دابا تكلمت على تيب دوطو أنا شرحت هاد ربعة ديال تيب ومن نشوف بارتي براتيك غنلقى لي تيب خير من كامل وديك الساعة غنشرح كل واحد بوحدو واحد الفكره دابا بالنسبه للتيب دو دونيال الو دابا غنمشيو باش نشرحو لا طاي لكن قبل ما نمشيو باش نشرحو لا طاي غنشوفو مثلا هادو هاد لي لون دي شوم هاد اللي كاين عندنا ولا نعرفو يلاه نمشيو نشرحو لا طاي ديالهم ومن بعد ديك الساعه نشوفو هاد لي لون دي شوم كل واحد نابليكيو عليه هادشي اللي شفنا دابا الو انا غنمسح هادشي اللي كاين عندنا هنا هادشي باش نشرح ليه الو دابا غنمشيو نشوفو لا طاي لا طاي شنو معنيتها لا طاي معنيتها ان هاد لي نوديشو سيستم لي هو اكسس تي ديكلاري ليهم شاك نوديشو اذا كنا مديكلاري لو فلوتي تاعو اكس شاك نوديشو اذا كان مديكلاري ليه فلوتي ديال اكس سيستم تيعطيه 255 كاز شنو معنيت 255 كاز شنو معنيت 255 كاز معنيتها مثلا في البرينوم انا مش عند البرينوم ياك دابا البرينوم في لو تيب ديالو شنو غنديكلاريو راه بينا غنديكلاريو تيكست حيت ممكن نديكلاريو نيميريك نيميريك معناتها غيتحسبو تما كاع ارقام دونك غنديكلاريو تيكست حيت تيكست معناتها تما كيتحسبو ارقام ولا حروف وهذا تاني من بعد غنعاود نزيدو غادي غنوصلو عند واحد الحاجه سميتها لا باس دوزيتي مع هادو غنشرحو مزيان شنو الفرق ديال شنو المعنى تاع تيكست حيت غتقول لي عاوتاني وانا البرينوم غنديكلاري تيكست ولكن ليوتيليزاتور يقدر يجي ويكتب لي فيه دي فالور ارقام دونك هنا الحين كان غير بري سيستم ولكن من بعد غادي غنوصلو عند لا ماس دو سيزي غنزيدو مع هاد لي زين ولكن هنا ديك الساعه غنوليو نتحكمو مزيان في الاكس على العموم لحد الان غنفهمو حنا على قد الشيء اللي كنشرح ومن بعد غنابونسي دابا مثلا قلنا هنا في برينو انا غادي نفاري هاد الاكس باش نكتبو فيها حروف ياك واخا السيستم وجد ليا باش نكتب فيها حتى 255 حرف وما تيقول 255 كاركتر ولكن المهم تنهضروا دابا على الحروف حيت عندنا عندنا السميه الو انا شنو تندير حيت انا دابا كندير فلاجيستيون ديال لافاز دو دومي واش حنا السميه عندنا تقدر تكون فيها كاع 255 حرف لا شنو تندير في هذه الحاله هذه كنجي نحيد هذا 255 كاز اللي تعطينا السيستم تنحيد ليها وتندير على حسب البزوان اللي عندي انا مثلا شنو تندير تنشوف اكبر سميه شحال يقدر يكون عندنا فيها من حرف وبيان سور في هذه الحاله كنراعي الاسماء المركبه مثلا بحال محمد عبد الرحمن محمد الامين بحال هاد الحوايج انا خصني نراعي ليهم باش نوصل ما يوقعش لي مشكل ونكون درت لاجيستيون ديالي بطريقه مزيانه دونك انا نشوف اكبر سميه مثلا شحال يكون عندي فيها من حرف مثلا غيكون عندي فيها مثلا نديرو مثلا 15 انا كنحيد 255 وكندير بلاصتها 15 هذا هو المعنى تاع لاطاي لاطاي باغ ديفو اذا كان لو تيب مديكلاري لو تيكست سيستم اللي هو لاكسيس تيعطيني باش نكتب فيه حتى 255 كاركتر يعني حتى 255 حرف لكن انا شنو تندير تنحيد 255 لان غتبقى عندي غير شيطه وتنكتب فيها 15 يعني راه غنكتب تما حتى 15 نقدر نكتب حتى 15 حرف ولكن رد البال اذا جيت انا مثلا عوض هاد 15 اذا جيت مثلا وكتبت الاشاره هاد لا طايره تنحطو هنايا راه تنحطوها استيماسيون تنستيمو تنحطوها ماشي هي على شي قاعده تقول لك انا غلطت ندير 15 ولا غلطت ندير 20 وانما كندير استيماسيون دابا شوف معايا مزيان اذا جيت انا ديكلاريت مثلا في لاطاي ديال هاد لو نو باردون لاطاي ديال البخينو ديكلاريتها في لاطاي ديالها 8 ديكلاريت 8 8 شنو كيدير السيستم تيوجد ليا 8 ديال لي كاز
8 ديال الليكات هما 8 ديال الليكات ها 1 2 3 4 5 6 7 8 ها هو السيستم ديال الكواليتي 8 ديال الليكات دابا انا بغيت نكتب مثلا واحد الواحد السميه تاعو مثلا عبد الرحمن مثلا شوشو غادي انا ديك الوقت كنت 8 في لا طاي ديالو ديال باريس 8 وعطاني هو 8 ديال الليكات الو غنكتب حرف ا ب ا ب يا د ا ب لو بغيت ندير بنفس داك الاسباس نخلي وحده تعويض عبد الرحمن ا ال ال الرح اش دونك انا كتبت عبد الرب فضل غير ال احدى الرحمن ا ال دو زر دونك انا كتبت حد هنا واحد السيستم يعني شنو انا هنا خطات في لاطاي هي اللي راه خسر من هكاك وحنا قلنا ديما خصنا الراعي والاسماء اللي تيكونوا مركبه بحال محمد عبد الرحمن ومحمد امين ومحمد الان اكسترا دونك هاد خصنا نردو لهم البال وندير ديما انا لاطاي نشوف اكبر سميه شحال يقدر يكون فيها وتنزيد عليها واحد جوج ولا ثلاثه باش كنصان الى كاع لي بروبليم والاشاره راه الناس اللي خدموا التليفونات الاولى القدام ملي كنت كتبغي تسجلوا لي كونتاكت النومر ديال التليفون ملي كنا كنبغيو نسجلوا لي كونتاكت وخصوصا الا اختاريتي انك تسجلي في باكاتسي راه انت يلاه كتكتب السميه والكنيه وقبل ما تكمل الكنيه اللي كان هو اللي كان تيحيد في السيستم دونك علاش لان لي كاز اللي عاطيهم كان معيار غير قليل دونك هنا هذا هو كل ما يخص لاطاي لاطاي باغ ديفو من السيستم تاعي 255 شنو خصني ندير ليها كنحيد 255 وتندير على حساب البوزوان ديالي انا داك داك الكاز سي بون دونك دابا غادي نمشيو نهضروا على الكلي الكلي بخير دونك غنحيد هادشي من هنايا دابا غنشوفو نتكلمو قلنا على الكليب خيمار شنو هو الكليب خيمار زعما شنو دابا الكليب خيمار نعرفو لو رون ديالو الدور ديال الكليب خيمار في لي طابل بعدا الكليب خيمار شي حاجة لي هو مهمة بزاف داكور وباش غنعرفوه مهم بزاف حتى ملي غنبغيو نمشيو نخدمو في الباتي براتيك ملي غنبغيو نخدمو في البيسي في حالة إذا ما درناش حنا الكليب السيستم هو تيتكلف وتيقول لنا اطونسيون راكم درتو جوج كليب و تيقول لنا واش بغيتو نصوبو انا ولا قلت ليه وي تيتكلف السيستم هو يصوب هذا تيبين لي ان الكليب خيمار راه مهم بزاف لكن مثلا انا نسيت ما درتش تيب دوني مثلا ولا ما درتش لاطاي السيستم ما تيفكرنيش فيهم ما تيقولش راك ما درتش شي ولا شي شيء ولكن الكليب خيمار اذا ما درتوش السيستم تيفكرني تيقول لي راك ما درتيش الكليب خيمار داكور و تيقول لي واش نقدر انا نصوبو ولا قلت ليه وي بيان سور تيتكلف لاكسيس وهو اللي تيصوبو لي دابا الكليب خيمار شنو الدور ديالو لو رول ديال الكليب خيمار سي بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون ما تيخليناش نديرو ريبيتيسيون كيفاش ما تيخليناش نديرو ريبيتيسيون انا نعطي واحد ليكزومبل دابا مثلا حنا بعدا فينا بلاصه كنديرو الكليب خيمار كيبدا في واحد لو شون اللي خصو يكون ما كيتعاودش بحال اش مثلا طريقه سهله بحال نيميرو دو كارت ناسيونال ديالنا حنايا نيميرو دو كارت ناسيونال ديالنا راه ما يمكنش جوج الناس ولا ثلاثه تطلع عند الناس نيميرو دو كارت ناسيونال معنيتها على ان الداخليه ملي بغاو يصوبوا لينا لي كارت ناسيونال راه هذاك نيميرو دو كارت ناسيونال هذاك السيان راه هي داروها كليب خيمار علاش داروها كليب خيمار باش ما يمكنش جوج الناس يكون عند نفس نيميرو دو كارت ناسيونال بالنسبه للناس اللي خدامين في الشركات كتلقاو ان كل هذوك البيرسونيل كل واحد عنده واحد الماتريكول هذيك الماتريكول راه يستحيل تلقى جوج الناس خدامين في الشركه عندهم نفس الماتريكول معنيتها على انهم لا صوبوا هما لا صوبوا مثلا واحد الطابلو اللي غنسجلوا فيه البيرسونيل ديالنا راه خصنا الكليب خيمار غنديروه في لو شون اللي سميتو ماتريكول علاش باش حتى في حاله اذا نسيت انا كاتيليزاتور نسيت ما درتش ولا نسيت وجوج الناس بغيت نعطيهم نفس الماتريكول في هذه الحاله لاكسيس هو اللي كيتكلف ويحبسني ويقول لي اتونسيون ريسك دو دوبلون زعما راه كاين شي حاجه عندي غادي تعاود دونك هذا هو الدور تاع الكليب خيمار ان ما تيخلينيش ندير غير بوتيزي داكور وحنا الكليب خيمار خصنا ملي نبغيو نحطوه هنايا خصنا نديروه في واحد لو شون اللي كيكون ما يتعاودش ما خصوش يتعاود نعطي مثال قلت لكم واش نقدروا نديروا الكليب خيمار مثلا في لونو لونو هو الكنيه واش نقدروا نديروه في لونو لا ما نقدروش علاش حيت ممكن يكون عندنا جوج ديال الكليه ولا ثلاثه ولا اربعه ديال نفس الكليه واش ممكن نديرو في السميه بخيمة لا ما يمكنش علاش حيت ممكن جوج الناس ولا ثلاثه ولا اربعه يكون عندهم نفس السميه دابور دونك نفس الشيء حتى هنايا فيل ادريس اكسترا ولكن واش ممكن نديرو في نيميرو دو كليه وي حيت انا ما يمكنش جوج ديال الكليه نعطيهم نفس الاي دي ديالهم نفس نفس النيميرو ديالهم باش نبقى عارف معانا دونك في هذه الحاله شنو غندير غنجي عند كليه خيمار وتنديرو في نيميرو دانسكريبسيون لي كليب خيمار هو واحد الساروت تنحطو هنايا باش كونسا دابا في هاد الحالة أنا لي كليب خيمار راني درتو في نيميرو ديال الكليان ياك جيت واحد الكليان بغيت نسجلو عندي ودرت لي عطيتو في الماتريكول ديالو هداك الكليان عطيتو في الماتريكول ديالو ليا
داكور وعمرك لي المعلومات ديالو مزيان. دابا عمرك تدير حرين ومن بعد جيت بغيت نتبرع 100 السيستم شي حد بزاف تيقول لي اتونسيون ريسك دو دو بلون راه ما يصلحش تزيد هذا لان ديجا كاين عندنا واحد العظيم الرقم الرقم تاعك صافي مزيان واضحه الفكره. دونك هذا كل ما يتعلق بشرحنا دابا حنا لاكسيس عطينا واحد ديفينيسيون ديالو ومن خلال ديك ديفينيسيون شرحنا كل حاجه بوحدها. دونك اللي ربي يفهم الناس يفهم راه ملي تنقولوا تنقراو لاكسيس راه شنو تنقراو في لاكسيس راه تنقراو كيفاش نكريو لي باز دو دوني في لاكسيس ولا كيفاش نخدموا على لي باز دو دوني اون ليتيليزون لاكسيس مزيان. دونك صافي واضحه الفكره هنايا. دونك